لازلنا مع حضراتكم إذن في إطار هذه المتابعة لافتتاح قاعدة برنيس البحرية الجوية التي سيفتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد دقائق من الآن، وينتظر كذلك أن يشهد الرئيس السيسي المرحلة النهائية من المناورة العسكرية قادر 2020. عبر الهاتف ينضم إلينا اللواء نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق. سيادة اللواء، أهلا وسهلا بحضرتك. من زاوية أخرى، 150 ألف فدان تقع عليها هذه القاعدة، لكنها دشنت واكتمل بناؤها والعمل بها في عام أو أقل من عام تقريبا وفق بعض التقديرات. أي إنجاز نحن إزاءه في هذا المدى البسيط؟ الحمد لله، ده اللي احنا تعودنا عليه في الحقبة الصغيرة اللي احنا بنمر بيها دي. يعني زي ما بنقول، اللي بيتعمل في 20 سنة بنعمله في سنتين وفي ثلاثة. فالحمد لله رب العالمين، ده إنجاز من الإنجازات اللي القوات المسلحة بتواعدها وبتواعد أبناء شعب مصر كله. الحمد لله لما بنقول بيفكروا في حاجة بيعملوها على طول، فده الإنجاز اللي كان بيتم على هذه المساحة. لأ، لأن أمننا القومي محتاج هذا الإنجاز عشان نقدر نأمن بلدنا صح، عشان لما نعمل المناورة قادر 2020 يبقى رسالة ردع حقيقية لكل من يفكر أو يقول بخاطره أنه يهدد مش ذرة رمل بس في تراب مصر، يؤدي أي مصلحة من مصالح مصر سواء كانت داخل حدودها أو خارج حدودها. لا، مصر بفضل الله تعالى قادرة على أنها تدحر أي عدوان، بل أن أي معتدي هتكلف من الخسائر أضعاف أضعاف أي مكسب هو بيفكر فيه. عشان كده كانت ادي المناوره بدر 2020، معلش بدر، لان كذا مناوره قبل كده كانت بدر قبل كده. فالحمد لله امتداد لمثل وان كانت دي اكبر منهم كلهم. فهنا كل الانجازات اللي احنا حققناها، احنا شفنا قناه السويس عملناها بسنه والملاحه اشتغلت فيها والعالم كله شاهدها، مليون ونص فدان شفنا اتعملوا في قد ايه، شفنا القواعد اللي اتعملت قبل كده سواء كانت قواعد عسكريه او حتى الانجازات في المجال المدني. وزي ما بقول دايما، كنا قبل كده متعودين نشوف ايه رئيس رايح يعمل او مسؤول رايح يحط حجر الاساس، وننسى خالص الله اعلم ان حجر الاساس ده هيفتتح امتى المشروع بتاعه. دلوقتي مفيش عندنا حاجه اسمها حجر اساس، يفتتح على طول كل المشاريع اللي عندنا منذ تولى الرئيس السيسي اللي بنشوفه افتتاحات على طول، وحاجات ربما لم يعني غير مسبوقة لا في الإنجاز ولا في الحجم ولا في نقول في الكفاءة. فدي بفضل الله تعالى. الرئيس السيسي كان له إشارة سابقة بأن ما يتم العمل به أضعاف أضعاف ما يتم الإعلان عنه أو افتتاحه في كل مرحلة. سيادة اللواء، ما هي العوامل أو الأسس التي على أساسها تنشأ الحاجة لبناء أو تدشين قاعدة عسكرية؟ نحن نتحدث عن قاعدة بحرية جوية كقاعدة برنيس. أي جيش عايز تبنيه أو أي قدرات عسكرية أنت عايز تعملها ليها وش. أول حاجة بين التهديدات اللي من هذا الاتجاه، حجم التهديد ده إيه وممكن يعمل إيه، وبناء على حجم التهديد اللي موجود ده بنحسب إيه القدرات القادرة على صده بل على تدميره تماما ومنعه من إنه يقول يحقق أي مهام ضدنا من هذا الاتجاه. وبناء عليه بتتحسب قدرات العدو في هذا الاتجاه تماما، وايه القدر اللي انا محتاجه سواء كان قوات بريه، قوات جويه، قوات بحريه، قوات دفاع جوي، بندبرها بنأهل ليها او نقول القدرات البشريه سواء كانت جنود او مقاتلين او قياده، كل دول بيجهزوا بحيث ان زي ما بنقول بنجهز قدرات من او تجميع قتالي بالحساب قادر على تأمين هذا الاتجاه. ومعليش انا بقول كلمة تأمين، يمكن المتخصصين لما يسمعوا كلمة تأمين ديت يقولك مش دقيقة، انما انا بكلم العامة لان في فرق بين تأمين وبين دفاع. تأمين ربما بيحتاج ايه قوات اقل، انما دفاع لا، يعني قوات هتخش في حرب وهتقاتل وهتوقع هزيمة بالعدو. تأمين يمكن ربما اقل لان ايه اي تهديد او اي عدوان خفيف عليها، يعني بنقول ايه قادرة على انها تؤمن الحدود تؤمن هذا الاتجاه، انما لو في حرب او في معركة في هذا الاتجاه فبيبقى في تجميع قتالي بقى يخوض حرب ويهزم العدو ويدمره ويحافظ على امننا القومي. كل الخطوات المرتبطة برفع كفاءة القوات المسلحة على مدار السنوات الماضية
شاهدنا خلالها مناورات عسكرية، مناورات بالذخيرة الحية، تدريبات مشتركة مع قوات مسلحة صديقة تأتي إلى مصر، وشاهدنا كذلك تفتيش حرب وحضره الرئيس السيسي أيضا قبل ذلك. ما هي الفوارق التقنية بشكل مبسط بين كل هذه المصطلحات سيادة اللواء؟ بص حضرتك، انت بتتكلم، سألت انت 7 أسئلة في سؤال واحد، ما شاء الله يعني. عايز اقول حاجة، اولا انت اللي احنا شايفينه كله من انشطة تدريبية قدامنا ده لها هدفين اثنين تحديدا. هدف تدريبي وهو بنقول عليه التدريب على كل ما هو ضروري للحرب. قوات مسلحة لها مهمة هي ان تحارب دفاعا عن امننا القومي، تأمين حدودنا، تأمين اهدافنا الاقتصادية، تأمين اهدافنا الحيوية داخل وخارج حدودنا. طيب عشان القوات المسلحة تنفذ هذا ليها تدريبات او ليها نقول ايه بمعنى اصح استراتيجيتين لتنفيذ هذه المهمة. كل استراتيجية منهم لها حسابات غير الاخرى. الاستراتيجية الاولى ان انا اكون قادر على مواجهة اي قوات بتهاجمني وادمرها وامنعها من تحقيق هدفها. ودي ما دام انا دخلت في الحرب يعني معنى ايه؟ مهما كنت هنتصر انما لازم يبقى في خسائر بشريه، لازم هيبقى في استهلاك كبير في المعدات وفي الذخائر وبالتالي استهلاك مادي كبير جدا. في خطط تنميه لازم هتتاثر لان انا دخلت في حرب واستدعي الاحتياطي، يعني ايه؟ في دوله بتحارب وبالتالي هيبقى في نفقات عاليه جدا. ده عشان القوات المسلحه تنفذ مهمه دفاع عن الوطن. طيب ممكن انفذ المهمه دي بدون ما اخش في حرب؟ ايوه، وده اللي احنا بنعمله النهارده اللي هو استراتيجيه الردع. قد تكون في البدايه او في المنظور النوني القريب مكلفه جدا، نقول لك زي ما الناس من سنه او سنتين كده يقول لك ايه الاسلحه اللي احنا بنجيبها دي كلها؟ واحنا محتاجينها ليه؟ ايه الرافال وايه المسترال وايه الفريم وايه الميك 29 والكامو وعاملين نعد والغواصات وي وي ايوه احتاجناها النهارده. لأول مرة في تاريخ مصر يبقى عندي تهديد من الاتجاهات الاستراتيجية الأربعة، من الشمال ومن الجنوب ومن الشرق ومن الغرب، حصلتش قبل كده. ومطلوب إن القوات المسلحة تدافع عن هذه الاتجاهات كلها وفي وقت واحد، ومش كده وبس، لأ ده من غير ما نكلف الدولة إنها تدخل في حرب، بمعنى إن أنا أقنع كل من يحاول أو يفكر في الاعتداء على اي مصلحة من مصالحي او اي ذرة رمل من ترابي انك لو قربت خسائرك هتبقى اضعاف اضعاف اي مكاسب انت بتفكر فيه. سيادة اللواء، في اوقات سابقة كان مسألة الافتتاحات هذه او عملية متابعة ما يقوم به الجيش وما تقوم به القوات المسلحة كانت ليست طوال الوقت متاحة او يحرص عليها القائد الاعلى للقوات المسلحة او رئيس الجمهورية. في هذه الفترة الرئيس السيسي يحضر حتى افتتاح تخرج دفعة من معهد ضباط الصف المعلمين، يحضر كل أو أغلب العمليات المرتبطة بالقوات المسلحة بكل ما فيها، سواء كانت افتتاح قواعد عسكرية أو النظر إلى الارتقاء بالمنظومة التسليحية. لماذا الحرص الدائم من الرئيس السيسي على أن يكون حاضرا وبشكل مباشر في مثل هذه الفعاليات؟ أنت جاوبت السؤال اللي أنا كنت هقوله دلوقتي، اللي هو بقول إيه؟ عشان أحقق استراتيجية الردع دي وأخلي العدو بتاعي يمتنع عن إنه هيجي يهاجمني، لازم ارسل اليه رساله ردع، يعني خليه يفكر يمتنع تماما بردع، يعني منع، اخليه يمتنع خالص، ينسى فكره انه يهاجمني دي. الرسائل الردع دي بتوصل من خلال اللي احنا بنعمله ده النهارده. ازاي؟ انت عايز تبعت لواحد تقول له خلي بالك انا قوي واقوى منك وعندي قوه بشريه وعندي قوه عسكريه وعندي اسلحه مواصفاتها كذا وادي التدريبات اهي، يبقى من خلال لما باجي بيحصل تخريج دفعات جديده من الكليات العسكريه، من ضباط الصف، ده احنا حولنا ضباط الصف دول اللي هم كانوا يعني نقول حلقه شبك في القوات المسلحه بين القياده قياده الضابط والجندي، ويعني ما كانش ليها الايه؟ الاهتمام ده، لا ده انا حولته لاقصى درجات الاهتمام ورفعت كفاءته 10 اضعاف ما كان عليه قبل كده من حيث الاهتمام ومن حيث التدريب ومن حيث الاعداد، كل ده انا رفعته، يبقى ادي داخل قدراتي القتاليه زادت ايات من حيث المقاتل نفسه، تمام؟ من حيث الدفعات اللي بتتخرج، من حيث التدريبات اللي بتتم دلوقتي، ما هي رسائل ردع انا ببعتها، ما رسائل ردع اما من خلال الاستعراضات العسكريه تشوف قدراتي زي ما الدول الكبرى بتعمل، او من خلال التدريبات
وبنجيب الناس تتفرج ومنهم الملحقين العسكريين والاعلام والصحافه. التدريبات المشتركه بيجيب اقوى دول في العالم تيجي تتدرب معايا وبيشوفوا مستوى الجيش بتاعه وهو بيشتغل بيتدرب معاه. الكلام ده كله بيسمع في العالم كله. لا ده مصر، مين اللي قال ان الجيش المصري ترتيبه بين جيوش العالم العاشر او الحداشر؟ والقوات البحريه بتخش في مصاف في العشر الاوائل لحد القوه السادسه بحريا في العالم. مين اللي قال الكلام ده وبناء على ايه؟ لان انا وصلت ظهرت اظهرت ما عندي من قدرات. فالمهم جدا ان هو يتصل لمن اريد رفعه. ولذلك كل اللي بيحصل ده ما بيتمش جزافا، لا ده كلام مدروس ومحسوب ان انا اوصل او ابعث برساله ردع الى كل من يفكر في تهديد اي مصلحه من مصالحي او ذره من ترابي. لان خلي بالك انت هتواجه جيش ده قدراته والعقاب هيبقى اشد من اي مكاسب انت بتفكر فيها. وده اللي زي ما بنقول ادي الرساله. الرساله الثانيه بقى لشعب مصر، افرح اطمن، خلي عندك اي لما يجي رئيس الجمهوريه النهارده واشقائنا المسيحيين بيحتفلوا بالعيد بتاعهم وبعدين يجوا يقول لهم انتوا قلقانين ليه؟ اطمنوا. طب نقول لك كلمه عبره. طب قول لي بقى اي مصري سمع الكلمه دي وشاف الرئيس وهو بيقولها دي خلاص دخل في قلبه طمانينه، مش عشان الرئيس قالها كلمه، لان ليه قبل كده في ليه سابقات قبل كده لما قالوا اطمنوا، لما قال انا هاخد بطار ولادي اللي اتعمل فيهم ده في ليبيا قبل ما كان خاض نفسه، لما قال عن القوه الغاشمه في سينا وهنستعمل وهنعمل نفسه. فمجرد ان هو بس يقول للناس اطمنوا، لفظ كلمتين اتنين اتقالوا او كلمه واحده اطمنوا انتهى. ليه؟ لانه شافوا ما شافوه، هو ايده في كل حاجه، ايده في الجيش، ايده في في المصنع، ايده في الغيط، ايده في التعليم، ايده في الصحه. ده واحد لم يعني ايه الحاجات دي كلها في دماغه، لما وعد نفذ، ما بيروحش يحط حجر اساس، بيفتتح مشاريع، بيفاجئنا وبيفاجئ العالم بحاجات ما كانش حد متوقعها. قاعده برنيس اللي رايح افتتحها النهارده وان شاء الله هنعرف القدرات بتاعتها ونشوف اهميتها في هذا الاتجاه الاستراتيجي الهام جدا بالنسبه لنا، وليه اتعملت في التوقيت ده بالذات، وايه المخاطر اللي كان ممكن نتعرض لها ودي اتحطت عشان تزيح عنا وتبعد عنا هذه المخاطر وشرحها. في صمت كامل، ما جاش قال ده احنا فيه وفيه وفيه واحنا هنعمل وهنعمل، لا ده اهو مباشره اهي، واللي هيفكر ادي قدامك ادي قدراتنا موجوده. سيادة اللواء كيف والطمأنة للشعب المصري، كيف يمكن الجمع بين السياسة أو بالأحرى الاستراتيجية المصرية الأشمل سياسية أو غير سياسية تقوم على إعلاء قيم سياسية الحل وسلمية الحل؟ حتى الرئيس السيسي له إشارة واضحة في منتدى شباب العالم الأخير، أنا رجل مسالم بطبعي، بنفس العبارة التي استعملها الرئيس السيسي، وفي الوجهة المقابلة اهتمام غير مسبوق بالارتقاء بالمنظومة التسليحية للقوات المسلحة في كل جنبات الجيش تقريبا. القيادة دي بالظبط ازاي من انت عارف الايه الطبيب اللي بيعالج مرض في يعني في مريض انت بتدي له دواء، في مريض بتقول له لا خد علاج طبيعي، في مرض بتيجي لازم تتدخل جراحي. فالسياسه ده اسلوب، الحرب برضه اسلوب حوار، نعم سياسه بس بوسائل اخرى. اذا كل هذه الافعال اللي احنا بنعملها اللي بتديرها القياده بحكمه يعني نقول متناهية هي هو ده الاسلوب الصح طبقا للموقف اللي قدامي. في أزمة بتدار بتدار سياسيا، في أزمة لا محتاجة جراحة وجراحة عاجلة ما تستناش عليها. هي دي زي ما بقول هي متطلبات القيادة، حكمة القيادة. ولذلك لما بنقول أحد قدرات الدولة الشاملة هي القدرة السياسية، يعني القدرة السياسية يعني الناس اللي بتدير شؤون البلد، القيادة السياسية بتاع البلد. يعني اصحى لو ما اخترتش قائد مظبوط كل اللي انت بتعمله ده ممكن يضيعه في لحظه، زي ما ضاعت دول لم تكن قيادتها على المستوى المطلوب. وفي قياده بتقدر تعظم من قدراتك وتستخدمها انطر استخدام وتبان على المستوى العالم كله ويبقى مردودها الشعب والبلد كلها هي اللي بتجنيه. هذه الايه؟ الاستراتيجيات والسياسات اللي بتتنفذ، المهم مين اللي بينفذها وايه مهارته في تنفيذ هذه الاستراتيجيات او السياسات. سيادة اللواء تماما، كانت القوات المسلحه على مدار السنوات الماضيه السنوات الخمس الماضيه شريكه في كل خطوات التنميه والمشروعات الكبرى والقوميه التي
ذهبت إليها مصر على مدار السنوات الماضية، لكن وكأن هناك تذكرة مستمرة في كل مرحلة بأن القوات المسلحة لا تزال على كامل جاهزيتها وتتذكر دوما الدور التاريخي والاستراتيجي التقليدي والتقني الذي ستقوم به دوما. طيب بص حضرتك خليك معايا بقى عشان ايه، انت فتحت فتوحة لازم برضو ايه نغطيها بالتاكل الصحي. احنا بنقول مهم القيادة بقى اللي انت جايبها دي ان تنفذ تعمل ايه، تحشد وتدير قدرات الدولة لتحقيق اهدافها. يعني انت عندك قدرات وامكانات ايه، لو انت بحكمتك وبفنك وبمهارتك بتدير لو بتستخدم الامكانات اللي معاك دي بحيث انك تقدر تحقق بها اهدافك. في واحد ما يقدرش، نعم، في واحد يركب عربيه عشان يخش باب سبق تتقلب بيه، في واحد يحرق الموتور قبل ما يقوم، في واحد ما يعرفش يوصل خالص، في واحد يوصل في ميعاده. تمام، اذا ازاي الكلام ده؟ انا يعني استلمت البلد مثلا 2013 احنا شفنا حالتك، الناس حتى مش عايزه تستخدم، الناس ما لهاش روح. زي بالظبط تخيل لو انت معاك عربيتين وجات عربية منهم عطل، أو ثلاث أربع عربات في عربيتين ثلاثة عطلوا. واقفين، طب واقفين ليه؟ ده عطل بطارية نايمة، أو مش عارف ناقصها بنزين، طب أنا عندي عربية تانية فيها بنزينها وفيها البطارية بتاعتها سليمة. أبسط حاجة، اللي عايزة زقة هدي لها زقة بالعربية دي، اللي عايزة بنزين ممكن آخد من دي شوية. فاللي إحنا عملناه، اللي عملته القيادة في الفترة اللي فاتت، إن الجزء اللي صاحي من الشعب المصري اللي هو الجيش، اللي إمكاناته اللي ما تسمحلوش انه يتراخى او يتهاون وما زال بقدراته بانضباطه بحماسه بنشاطه، ده اغذي منه بقى بقيت الفروع، ادي لها زقه لكل المجالات. اللي عايز في الاقتصاد، اللي عايز يزرع ارض، اللي عايز يحفر القناه، اللي عايز يعمل مصنع، اللي عايز يعمل طريق، اللي عايز المشاريع، مجرد ان انا ايه بديله دفعه بحط عليه ناس تقدر تديره الاداره المنضبطه الصح، بس اشتغلت كلها. القوات المسلحه هي اللي شغلت ال 5 مليون ايد عامله المشاريع دي الفترة اللي فاتت، دي مجرد انها اذا كان في جزء من التخطيط او الاشراف، انما الخمسة مليون دول ما ناس مدنيين دول كلهم. فاذا هو ده المهارة في استخدام ما لديك من امكانات. حتى بعض المشروعات ست اللواء اللي تم افتتاحها مؤخرا، كان الرئيس السيسي في كل مرة في اخر ثلاث او اربع افتتاحات كان الرئيس السيسي يصر على ان القطاع الخاص الباب مفتوح امامه لتسلم المشروع المفتاح، بالتعبير اللي بيستعمله الرئيس السيسي. ايوه طبعا، ما هي ايه، انت عارف المشكله او ان احنا القطاع العام بتاعنا في مرحله من المراحل بقى مال سايب، الناس مش قادره يعني تقدر ان ده مالنا احنا وان احنا احرص الناس عليه. ونجح القطاع الخاص، القطاع الخاص لان كل واحد حريص على ماله، حريص على انه يكسب ويحافظ عليه وهكذا. فالقطاع الخاص طيب، ما هو من الدوله، ما هو اي نجاح بيعمله الراسماليه الوطنيه دي، ما على الاقل انا بتجيلي ضرائبي للدوله. نعم. مش في اي عامله بتشتغل، مش في انتاج، مش في دخل قومي، ما هو كله في الاخر بيصب في حاصله الوطن. يبقى انا ليه ما استغلش الامكانات والطاقات بتاع القطاع الخاص اللي هي فيها انضباط وفيها حماس وليه حوافز من داخلها، انا صاحب المال عايز ازوده واشتغل، ودام هتدي الوطن حقه ماشي، ده انت بتصلح لي ارض زياده، ده انت بتعمل لي عامل بتاع ده، بتشغل لي ايدي عاطله بتشغلها، بقت ايدي عامله بعد ما كانت قاعده مش لاقيه شغل، بتزود بتصدر، بتزود الدخل القومي بتاعي، الحصيله الضريبيه بتاعتي ما انا باخد بقى بعلم وبعمل الصحه وببني مصانع جديده وببني مدن جديده من ايه؟ من الناس اللي باخده من القطاع الخاص، ما هو ده، ما هو القطاع الخاص مش بيدفع اللي عليه، خلاص اشتغل، يبقى الناس دي لابد وان ايه؟ نشجعها. والدول احنا لما نشوف الدول اللي حوالينا، الدول الرأسمالية اللي تقدمت، اشتغل رأسمال كويس قوي، طالما انت بتدي كل واحد حقه، العامل اللي عندك بتتقي ربنا فيه وبتنفذ القانون وبتديله حقه كويس، الضريبة اللي عليك لبلدك بتدفعها، ده احنا نحميك ونقف ونشيلك فوق راسنا واشتغل انت. انما كل واحد نسيبها للتجربة بتاع القطاع العام اللي للاسف في وقت من الاوقات بعض القطاعات تحولت الى مال سايب، يبقى انا غلطان، انا ما عنديش اي حكمه في قيادتي لو هسيب بهذا الايه؟ التاخر. وبعدين بالمره بالمناسبه، ما هو ده مبدا من مبادئ الحرب، يعني بيقول لك ايه المبادئ، احد المبادئ بيقول لك ايه؟ التعزيز اتجاه النجاح ولا تعزيز للفشل. يعني لو انا بهاجم وعندي اتجاه ناجح وعندي اتجاه فاشل، ما اقعدش بقى الاتجاه الفاشل اقعد احشد اخواتي عشان اخليه ينجح زي اللي نجح. يا سيدي سيب الفاشل ده دلوقتي
وزقف اللي ناجح هيشد اللي فاشل وراه لحين اصلاح الفاشل. ايوه نعم. انا عندي قطاع خاص ناجح، طب ما ازقف اتجاه في القطاع الخاص، اغذي القطاع العام بالقطاع الخاص، يبقى فيه شركات مساهمه، انزل وهكذا. اذا هذا الفكر هو ده الفكر العبقري اللي تقدر زي ما بقول لك ايه، استخدام الامكانيات المتاحه افضل استخدام. طيب سيادة اللواء اسمح لي استاذن حضرتك فقط لان نشير الى هذه الصوره التي نتابعها ولعل حضرتك تتابعها معنا على الهواء مباشره، لوصول لحظات قبل وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي الى مقر قاعده برنيس البحريه الجويه التي سيفتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومعها جمله افتتاحات كما جرت العاده لعل هذه الطائرات المدنيه، ولعل علم دوله الامارات العربيه المتحده ان لم اكن انا مخطئا ايضا حاضرا، ممثل لدوله الامارات ربما يكون حاضرا، وذات المسلك وذات المنهاج الذي كان عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي عند افتتاح قاعده محمد نجيب بالاصرار والحرص على حضور عدد من المسؤولين العسكريين والرسميين لدول عربية مختلفة، لعل من بينها كان من بينهم كان ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان كان حاضرا في افتتاح قاعدة محمد نجيب، ولي عهد مملكة البحرين أيضا كان حاضرا، المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي كان حاضرا، وعدد من المسؤولين العرب. لعلنا إزاء مرحلة مماثلة لهذه المرحلة، وتجدر الإشارة كذلك إلى مطار برنيس الدولي، مطار مدني سيتم افتتاحه أيضا من بين جملة الافتتاحات التي ستفتتح في هذا اليوم، لتكون شريانا إضافيا لقضايا التنمية، لمسائل التنمية، لتشجيع السياحة وسواحل البحر الأحمر المصرية، تعج بعشرات المنتجعات ذائعة الصيت على المستوى العالمي. كان يتوجب علينا فقط الإشارة إلى هذه اللقطات التي لازلنا نتابعها مع حضراتكم على الهواء مباشرة، نحن في انتظار وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعلى الأرجح عدد من المسؤولين العرب تابعنا طائرة تحمل علم دولة الإمارات العربية المتحدة، وربما يكون هناك عدد من المسؤولين العرب الذين حرصوا أو لبوا دعوة مصر لحضور افتتاح واحدة من بين أكبر القواعد العسكرية حول العالم، ولعلها القاعدة الأكبر في منطقة الشرق الأوسط. نحن نتحدث عن مساحة إجمالية تقدر بنحو 150 ألف فدان، مساحة هائلة للغاية، وهذه هي القطع العسكرية المصرية التي يزدان بها أو تزدان بها ساحة العرض باللافتات الخاصة بها ما بين قوات برية وأخرى جوية. كنا قد تابعنا عدد من القطع الخاصة بالقوات الجوية، الطائرات بأحدث طرازاتها التي تعاقدت عليها مصر في سنواتها الأخيرة. سيادة اللواء، ما الذي يمكن أن يقال حتى في المشروعات التنموية التي يتم افتتاحها جنبا إلى جنب مع افتتاح هذه القاعدة؟ نحن نتحدث عن مطار برنيس الدولي بما له من أهمية أيضا لاستقبال موجات سياحية جديدة. احنا تعودنا ان احنا يد تبني ويد تحمل السلاح، الحمد لله لدي في مصر وفرة من هذه الأيدي، لدينا اليد التي تبني ولدينا اليد التي تحمل السلاح. يبقى زي ما بنقول هي دي القيادة الحكيمة اللي تخرج من كل ايد افضل ما عندها، الايد اللي بتبني نعمر بلدنا في مشاريع تنموية وانتاجية، في مشاريع سياحية، كل هذا الكلام بيتم نشتغل فيه، وهناك الايد العاملة مفتوحة للكل يشتغل وينتج ويضيف الى قدراتنا والى امكاناتنا. هناك ايضا لابد وان يكون هناك اليد الحاضرة الجاهزة لتحمي كل هذه المقدرات وكل هذه المكاسب، وإلا هتتحول هذه المكاسب وهذه المقدرات إلى مطمع، إلى كل طامع، زي ما شفنا للأسف في الجوار القريب، مش هنقول البعيد، قد إيه اللي ملوش ظهر أو اللي ملوش سيف واللي ملوش درع بيتضرب وبيطمع فيه وبتضيع كل مكاسبه. إحنا دلوقتي كل اللي بنعمله ده الحمد لله رب العالمين هو لإضافة قدراتنا للحفاظ عليها، هو ده الأمن القومي، إن أنا أزيد من إمكاناتي وأحافظ عليها وباستمرار يبقى في فرصة لزيادتها وتنميتها وازدهارها، وأن يكون هناك أمل للأجيال القادمة، مش لبس للي موجود دلوقتي، لا أنا عايز اللي أنا بعمله النهاردة عايز أبناء. في نقطة كويسة قوي يمكن إيه المدلول بتاعها لازم يكون واصل للشعب المصري كله، لما بيشوف الرئيس وهو بيفتتح اي مشاريع من المشاريع، ليه بيجيب الشباب صغير السن هو اللي يفتتح؟ مش هو اللي بيفتتح ومش المسؤولين والكبار ومهتم بكل نقول هذا الجيل الصغير اللي هو اللي ايه يحسسه ان كل اللي بنعمله ده من اجلك، حافظ عليه، نميه، كل ده ليك انت، ده اللي احنا عايزينه، نظر الامل. ربما كانت تعريفات الامن القومي في الماضي كلها
ان ايه الحفاظ على او الحفاظ على اللي موجود وتنميته. طب فين الامل بتاع بكره؟ الامل بتاع بكره ده هو ليه اللي بنعمله؟ عشان خاطر شبابنا، عشان اطفالنا. لازم كل واحد لما يجي النهارده، ما بنبني كل المدن دي مين؟ ما ممكن نعمل اكتفاء للي جاي بس، عشان اللي يجي الجديد يلاقي شقه يسكنها، يلاقي بيت او يلاقي مصنع يشتغل فيه، يلاقي ارض بتنتج له الطعام اللي هو عايزه، يلاقي الجيش اللي يحميه واللي يوفر له الامن والامان، وما يخلوش مصنع لاي طابع من دول الدول او الاطراف اللي ملهاش شغلانه الا انها تصنع في ثروات غيرها، طالما هي ما عندهاش امن نبلطج بقى على ايه؟ على اللي حوالينا وناخد منهم. ده الضعيف زي ما بقول قضت الطبيعه وهي احكم او اعدل حاكمي ان الضعيف ينوء بالخسران. ولسنا من الضعفاء، يقدر ياخد حاجه. لسنا من الضعفاء باي حال ان شاء الله. سياده اللواء نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الاسبق، اشكر حضرتك شكرا جزيلا على انضمامك الينا.